قلتليش اسمك ايه؟ هناء. وانت؟ احمد. ازيك يا حبيبي؟ يا لسه فاكره اسمي؟ كل سنه وانت طيب هنا. وانت طيب. انا كنت عايز اقول لك مش عارف اقول لك ايه. لسه بتذاكر في البلكونه؟ من يوم بنت الجيران معزلت بطلت الحكايه دي. بس احنا ما كلمناش الا كلمتين. قلت لك اسمي هناء وقلت لي اسمك احمد. يمكن لو كنا اتكلمنا اكتر من كده ما كنتش فضلت فاكرك طول السنين دي كلها. اتجوزت يا هناء؟ اتجوزت. وانت اخبارك ايه؟ اتخرجت؟ انا في نهايه طب وكلها كام شهر وابقى دكتور. ولسه ساكنين في نفس البيت؟ لسه. إذا كان في شقة فاضية قدام بيتك مستعد أعزل. كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيب. وأنت كمان هتجيب بوسة كل سنة. كل سنة وانت طيبة يا هناء. وانت طيبة. وانت طيب انت كمان. وانت طيب. عن اذنك مش هشوفك تاني. استناني بكرة الساعة 11 قدام نادي الجزيرة. أنا متشكر أوي يا هناء. أكيد اللي عملتيه الليلة دي هيغير مجرى حياتنا كلها، والحكاية كلها ما كلفتناش غير كلمتين وطاف لسعفان بيه. قد كده واثق فيا؟ طبعًا يا حبيبتي. أنا عارفك نبيهة وواقفة جنب جوزك بذكاء، من غير ما تعملي أي حاجة غلط. تصبح على خير. وأنتِ من أهله. كلمتنيش عن حياتك. عايشة. أكيد عايشة كويس. عشان راكبة عربية. الفلوس مش كل حاجة. صحيح. الفلوس كل حاجة اللي ما عندوش فلوس. عاملة إيه؟ مبسوطة؟ يعني. ليه؟ ما بتحبيش جوزك؟
ما اخبيش عليك، لا. واتجوزتيني؟ زي كل البنات كان لازم اتجوز. انت عارف احنا خمس بنات وانا الكبيره، وبابا مهيته على قده. كان لازم اتجوز عشان تخف المصاريف وبعد كده اكون سعيده ولا لا مش مهم. وليه ما حاولتيش تكوني سعيده معاه؟ في واحده بتتجوز مش عايزه تبقى سعيده. اقدر اعرف مين جوزك؟ بدل ما تقعد تحقق كده معايا قول لي انت عامل ايه؟ بتحب دراستك؟ طبعا. هتطلع دكتور ايه؟ باطني. اصحابك مين؟ صحبتك مين؟ اصحاب الكتب وكل البنات اللي في الكليه اصحابي. يعني ما بتفضلش واحده منهم عن التانيه؟ عايز انا اقول لك ايه؟ ان في واحده بفكر فيها لدرجه انها تشغلني عن دراستي؟ احمد عاوز اسالك سؤال. ما حاولتش تعرف بعد ما عزلنا جرالي ايه؟ سالت. قالوا انكم عزلتوا مصر الجديده. قلت الايام فرقتنا. وزي ما فرقتنا جمعتنا تاني. مع السلامة. مع السلامة. باي باي. باي باي. ايه ده ده؟ عربية مرة واحدة؟ طب خليك زينا واحدة واحدة واعرف واحدة تركب موتوسيكل. عرفتها منين؟ تصور يا مؤمن، كنت بتمنى اكلمها كلمة واحدة وتمر الأيام ونتقابل وأكلمها ببساطة تحكي لي وأحكي لها ببساطة. كنت فين يا أحمد؟ فاتتك محاضرتين مهمين قوي. أنا كنت في المشرحة. أنا بيضت لك محاضرة وهقعد في الكافيتيريا بيض لك المحاضرة الثانية. والله خسارة فيك، هي قاعدة تبيض لك في المحاضرات وانت عمال تلعب في المشرحة. دي مش خيانة، ممكن تسميها معايشة ذكريات. معايشة ايه؟ قالتها فين دي؟ في أمراض النساء؟ فكرك الواحد ممكن يتخلص من ذكرياته. مساء الخير يا حبيبتي. مساء الخير. كويس، كنت خايف اجي ما الاقيكيش جاهزة. والله كمان انا رايحة غصب عني. هو لازم احضر؟ بقى ده كلام. حفلة معمولة بمناسبة تعيين مدير مبيعات الشركة. معقول ما تكونيش موجودة معايا؟ ما فيهاش حاجة. المهم أنت اللي تكون موجود. هو أنا من غيرك أساوي حاجة؟ يلا يا حبيبي. يلا. ده يومنا النهاردة. استكمال فجر ده كان زميلي في الكليه وكان بيسقط على طول الخط. يا سيدي الدنيا ماشيه كده، مش بيقولوا هو كل راجل عظيم على رأيك. صحتك.
ابو علي لما تترقى ويعملوا لك حفله زي دي. ما اظنش.